ضرورة تطوير التشريعات في قطاع الصيد البحري بأصناف مختلفة وتعزيز الدور الرقابي أبرز ملامح خارطة الطريق التي خلصت إليها الندوة الإقليمية للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي. التشريع هام جدا، يجب مراجعة فهمني نصوص كي معناتها النوع من الصيد اللي هو غير معناتها مشروع وغير معناتها مرخص يلزم معناتها نوقفوه عند حد. وانا كجامعه وطنيه مصر على تطبيق القانون وتحيين القوانين نتاع الدوله، ونطالب بشق المركب. كل ما هو انسان يستعمل المركب بدون ترخيص ويستعمل المركب معناها بدون رخصه صيد، وخاصه صيد بالكيس، ان يطالب الدوله التونسيه بسن قانون معناها شق المركب. النقاش بين أبناء القطاع كشف عن ثغرات تشريعية ومحدودية في المراقبة للتصدي للصيد العشوائي في مسالكه المختلفة برا وبحرا في الموانئ وفي نقاط البيع. أول حل تفعيل منظومة المراقبة بالأقمار الاصطناعية VMS تنفيذها بحذافيرها كما هي. ثاني حل وضع الأرصفة الاصطناعية اللي تعطي في زوز حاجات، تنمي الثروة السمكية وكذلك توقف كي يولي صيد بالجر ولا صيد بالكيس توقف الصيد هذا. ثالث حاجة على الإدارة وزارة الفلاح تطبيق القانون في الميناء، كل فلوكة فيها معدات صيد بالكيس لازمها من البورت نشدها من البورت. يلزم اليوم كل إطار يبدأ فيه تنظيم، كل حد عنده حسب التراخيص اللي واردة عن وزارة الفلاحة يخدم حد التراخيص متاعه. تحكي على تطبيق القانون. على تطبيق القانون، واليوم إذا عنا صيد جائر هو الصيد بالكيس اليوم يلزم يقف عند حده. ما احناش قطعين ارزاق للبحارة، لكن زادة ما نحبوش يكون يقطع رزق صغارنا نهار اخر، ما نلقاوش ثروتنا البحرية باش تمشي. شنو معناتها دي لارف قد الكرسوحة، قرنيت وشوابي وكذا، وهذوما يجيبوا العملة الصعبة. الطارة لليوم فيها طارة من نوع هذية بعد 6 شهور تولي لك ترانت. الندوة خلصت إلى جملة من الإجراءات الرقابية والردعية تدعم خططا سابقة وتضع استراتيجية تحتاج إلى التزام السلطة المعنية لحماية مستقبل الثروة السمكية وآلاف مواطن الرزق.